أخ يسأل يقول يوم عرفة في هذا العام سيوافق يوم الجمعة، فهل يجوز صيامه مفردا أو لابد أن نصوم يوما قبله؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا من كان له عادة، نهى عن صيام يوم الجمعة مفردا، قال إلا من كان له صوم يصومه، مثلا إنسان معتاد أن يصوم الاثنين والخميس، نعم، أو إنسان معتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق يوم صيام يوم جمعة له أن يصوم لأن هذا من عادته. إنسان من عادته أن يصوم كل سنة يوم عرفة، فوافق عرفة يوم جمعة له أن يصومه ولو لم يصم يوما قبله. أو إنسان من عادته أن يصوم مثلا يوم عاشوراء، وافق يوم عرفة له أن يصومه، وافق يوم جمعة له أن يصومه، وهكذا. فإذا كان الإنسان معتادا فيجوز له، فإذا لم يكن معتادا فلا بد أن يصوم يوما قبله، لا بد أن يصوم يوما قبله ويوم الخميس. هل نقول أو يصوم يوما بعده؟ ها؟ لماذا؟ النبي قال يوما قبله ويوم بعده، لأن بعد يوم عرفة يوم عيد، ويوم العيد محرم صيامه.